اللقاء لان قد نقول قد نقول ان المقابله ما كانت سهله، يعني هي تتلعب ضد فريق كيلعب على الفوز بالبطوله وتحت المرتبه الثانيه، والحمد لله يعني هذا الفوز الثلاث نقاط تتعد بست نقاط بحكم انك فزتي خارج الميدان ديالك. وهذا الفوز هذا غيعطينا حافز لاننا حنا تنتخبطوا في المراتب الاخيره والفريق ما تيستاهلش هذه المرتبه هذه. الحمد لله هذا الفوز هذا اللي على فريق الرجاء عطانا حافز باش نواجهوا المقابلات يعني يعني باريحيه وبواحد يعني بواحد الجديه باش خلينا اننا نبتعدوا على المراكز الاخيره.